وهي مسألة رجب. يا أخوان شهر رجب أصبح مهبوما بين الغلاة وبين الجفاة، فغلاة غلوا وأحدثوا بدعا فيه واحتفلوا بالإسراء والمعراج واحتفلوا بليلة أول ليلة من أول جمعة من وأحدثوا أعمالا ليس لها في الدين أصل بدعة، وأناس جفاة ما عندهم إلا رسائل في الجوالات احذروا رجب كسائر الشهور ليس له مزية ليس له فضل ليس. اتقوا الله من أنفسكم، الله يقول له فضل ومزية وانت تقول ما له فضل ولا مزية. يقول تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله، في كتاب اللي حرك عينك، في كتاب العظيم اللي انت الآن في بيته، في كتاب اللي خلق عقلك وسواك وعدلك، في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. اسمع المزية والفضيلة منها أربعة حرم ذلك الدين القيم. وإذا ذكر لكن وين اللي درسوا حتى قال أهل العلم لا يجوز الإنسان يتكلم في الله حتى يعرف الناس من المنسوب ويعرف الفاضل من المفضول ويعرف الحديث الأول قبل الثاني ويعرف الثاني قبل الثاني يعرف الأصل والمنهج الذي يؤصل عليه وش يقول وش يتكلم. حتى قالوا ما يفسر إلا من ألم بلغات العرب وأفهم العرب، فلنتق الله في أنفسنا. يجيك الواحد يتحرك ما عرف الآية، لو قلت تقرأ لك الآية قال وين هي؟ ويجيك يتكلم بدون علم. إذا ذكر الله عموما ثم ذكر خصوصا ايش دل عليه؟ يدل على الفضيلة. عندك حافظ على الصلوات والصلاة الوسطى، أليست صلاة العصر من الصلوات؟ لماذا خصت؟ لفضلها، لأن ملائكة الليل والنهار تنزل فيها تتعاقب الملائكة فيها وفي صلاة ايش؟ الفجر. ثم تجتمع ملائكة النهار مع ملائكة الليل في صلاة ايش؟ العصر. ثم تستلم ملائكة الليل من ملائكة شيخ أذكر الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وايش؟ والفجر. ايش يدل هذا عليه؟ على مزايا وخصوصيات لها. فلما ذكر الله قال 12 شهرا في كتاب الله، أليس أن مع المفهوم الحديث أن من يتخلف عن الصلوات الخمس الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر أنه منافق معلوم النفاق، لكن نفاقه يظهر في صلاتين وهما المغرب العشاء والفجر. العشاء والفجر ليه؟ لأن الأنوار في عهد السلف ما في، تغرب الشمس فلا عاد تجد مصباحا، فيجون ايش؟ يعملون اولئك الخفافيش الشيطان يقولون محمد لا يراه عليه الصلاه والسلام، يقولون النبي عليه الصلاه والسلام لا يراه، خلاص صلوا في البيت مشوها ويجي الفجر يقول ما هو يراه، لكن لجا الظهر قالوا له صلوا معك يشوفنا. فهم يعملون يراؤون ايش؟ يراؤون الناس. يقول اذا ما صليت الزوجه بتروح لها لا تجوز معك خل نمشيها. فهو ينقرها نقر الغراب للدم من اجل تمشيه الحال. ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، واذا قاموا الله اكبر اثبت لهم القيام، واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله. الا قال ما يبدي الامام يركع لابي كانه مخنوق يبي يرفع، تكون له في السجن، تكون له محبوس مسجون، نسال الله العافيه والسلامه. فشهر رجب يا اخوان له مزيه له فضيله، شهر حرام، شهر حرمه الله يوم خلق السماوات والارض. حتى الجاهليه كان الواحد منهم يبحث عن قاتل ابيه وقاتل قريبه فلا يجده، فاذا دخل رجب وجده فلا يقدر ان يمد يده احتراما لحرمه ايش؟ الشهر الحرام. فاذا كانت الجاهليه باثامها واوطارها وارجاسها وشرها وكفرها وشركها تحترم الشهر الحرام، فأمة الإسلام حقا تحترم الشهر الحرام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في يوم عاشوراء إن يوم قالوا قال نحن أحب بموسى منهم، فنحن أحب بتعظيم حرمة الشهر الحرام من أولئك الأرجاس. وصام ثم أمر بمخالفتهم فصام يوما قبله عليه الصلاة والسلام، فأمر بصيام يوم قبله وبعده أو ببعده أو قبله، وقال لئن لقيت إلى باب لأرسلن التاسع أي مع العاشر كما في صحيح مسلم. فوصية يا إخوان أن ننتبه لهذا الشهر الحرام، لا نعصي الله، لا نرتكب ما حرم الله. اللي كان يعصي الله في الشهر الماضي لا يعصي الله في
هذا الشهر، لا يجمع بين حرمة الشهر، ولا يجمع بين شرب المعصية وشرب انتهاك حرمة الشهر الحرام. وأيضا كان يؤثر عن السلف أنهم يقولون اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم وفقكم كما قال ونبتدي بسلفنا الكرام، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، ربنا اسمعنا بنداء السماء ثم نحمل ونحزم ختم الله الأعلى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المجتبى. ورجع خمس يا اخوان ان نتابع المؤذن، لان الاخوان في الدرس الماضي ما خلونا نتابع المؤذن، ما تابعناه الا مشاركته، فلدى يا اخواني قد جعل الاذان ان نشغل به، بارك الله ان نشغل به متابعه المؤذن، لان في امانه العظيم وجبت له الشفاعه، والصحابه لما تنافسوا على الاذان قالوا كل منا يؤذن، فقال عليه الصلاه والسلام من قال مثل ما يقول المؤذن يعني انا المؤذن، فلا نفوت على انفسنا لفضل الله، والمؤذن من اطول الناس حلفا يوم القيامه، صلى الله